بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايات وحكايات. الكتاب بيقول ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي. تخيل لو مشيت في وادي ظل الموت، يعني الموت حواليك من كل حته. عارفين احكي لكم حكايه لذيذه قوي. انا كنت بطلع كل يوم بالليل في الصحراء اتمشى، وفي مره كده وانا بتمشى، انا كنت بتمشى بشبشب زنوبه، ده اللي هو شبشب البلاستيك ده اللي ما ينفعش خالص يعني في وسط الصحراء. ما تفهمش عدو الخير بقى لعب في دماغي شويه وقال لي طب افرض عقربه قرصتك، طب افرض تعبان قرصك. ما انا بطلع كل يوم وبقالي كذا سنه بعمل كده، ايه الفكره اللي جات لي دي؟ اهي جت. فانا قلت عشان بس ابعد الفكره عن دماغي والخوف ولحسن حاجه تورطني ولا حاجه، رحت راجع ولبس شوز ورجعت تاني في الصحراء. قال لي يعني الشوز اللي يحميني؟ طبعا انا مش شايف حاجه، الدنيا ضلمه كحل، في جيبي كشاف بس مش بولعه، لان لو ولعته هيحصل ديستراكشن، يعني هيحصل لخبطه كده وانا ماشي. فايه ماشي. وخرج معايا في اليوم ده ابونا تاني، كان ماشي معايا وانا ماشيين في الضلمه وبنتكلم وبنسبح ربنا ومش عارف ايه. فجأة وبدون مقدمات لقيت نفسي بنط حوالي متر فوق كده في الهواء ونزلت تاني. فقال لي انت عملت كده ليه؟ قلت له مش عارف، انا نفسي مش عارف، بس انا نطيت النطه الغريبه دي وانا مش فاهم حاجه. فقال لي طب انا معايا كشاف. راح واخد الكشاف وقعد يدور، لقينا طريشه. والطريشه دي عباره عن تعبان صغير كده وليه قرنين، والطريشه دي بتنط. فهي إذا كان بتنط عليا رحت انا ناطط لانها في نفس المسار اللي انا كنت ماشي فيه، فانا نطيت اعلى منها وخليتها تعدي وبكده ما لمستنيش. الطريشه دي كل جسمها سام، فلما تضرب في الجسم تسمم، في خلال دقائق الواحد يموت، مش بتعض يعني، هي كلها مسممه. و عشان تعرف قد ايه ربنا ممكن يعرس الواحد، انا وانا راهب جديد ما كنتش فاهم حاجه خالص وما زلت الحقيقه. فكنت قاعد على جبل وبتعلم الدف، عارفين الدف بتاع الكنيسه ده؟ انا قاعد بتعلم الدف، لقيت قدامي تعبان شكله جميل حلو يعني كده وبقرنين واقف لي كده وبتاع، وعمال يعمل زي دوريه كده ويفك نفسه تاني، زي السوسته يعني، يعمل كده ويفك نفسه تاني. فقلت الله ده تعبان، انا اعرف بين التعبين بترقص على النغمات والموسيقى، فانا ايه هخليه يرقص. وقعدت اضرب بالدف بقى، والتعبان كل شويه يلم نفسه ويفك يلم ويفك. فكان في واحد عندنا مش مسيحي بيطلع يعني بيقلم النخل، فقلت له يا فلان تعالى اطلع هفرجك حاجه. فالراجل جه طلع، انا كنت قاعد فوق تبه عاليه كده شويه، فطلع فوق التبه. قلت له شوف هخلي التعبان ده يرقص. هو شاف التعبان راح رامي نفسه من فوق الجبل وطلع يجري زي المجنون، وقال لهم تعالوا الحقوا ابونا بشوي مات. فالابهات جم بالكارير جايين يشيلوني، يعني جايين الحماله دي، لقوني قاعد لسه بضرب بالدف. قالوا انت بتضحك علينا؟ ازاي تقول لنا ان هو مات وابونا سليم؟ قال لهم انا بعناية اللي هياكلها الدود دي شايف الطريشه على بعد ربع ولا نص متر منه. فقالوا لي يا ابونا هو كان في طريشه هنا؟ قلت لهم هي ايه الطريشه؟ كان في تعبان جميل كنت بحاول اخليه يرقص. قالوا لي يرقص؟ دي الطريشه دي عاميه وبتيجي بس على الصوت، وانا عمال اعمل لها صوت يعني، المفروض هي تيجي عليا يعني. قلت لهم لا، الحقيقه هي قعدت تلف نفسها الحياه دي كذا مره، وفي الاخر عملت زي السوسته وراحت نطه بس الناحيه الثانيه خالص بعيد، يظهر الصوت بتاعي كان فيري نشاز ما عرفتش تسمعه خالص، فراحت نطرت نفسها الناحيه الثانيه. حارسك حارس اسرائيل، ربنا هو اللي بيحرس، ان لم يحرس المدينه فباطلا يسر حراس. صدقني في اي مكان تمشي فيه اذا ما كانش ربنا يحرسك، انت خايف ايه؟ يشيلوك من وظيفه؟ ما تخافش، لو ليك لقمه في الحته دي، اكل عيش في الحته دي هتفضل، ولا حاول يأذيك هيتأذي، لان ربنا رايد لك بكده. خلي عندك ايمان وثقه في عمل ربنا. ربنا قفل الباب ده، الكلية دي اتقفلت، هتلاقي كلية تانية صدقني وأحسن، وربنا هيكون مرتب لك عن طريق الكلية التانية دي حاجة أحسن لك كتير. اتقفلت شغلانة، هتلاقي شغلانة تانية.
واحدة كانت بتعيط جامد جدا جدا وهتتجنن وتقول لي لو مشي البيت ده واحنا ما خدناهوش انا هفضل ابكي طول حياتي على ايه ده بيت. وبعد شوية جت قالت لي يا ابونا الحمد لله ربنا جاب لي بيت احسن كتير قوي. انا فاكر كان في شاب كده في الجامعة الامريكية جه قاعد تحت رجلي ويعيط وينفنف ويتفت وهموت نفسي عشان البنت اللي هو كان بيحبها سابته مش تموت نفسك ليه يا ابني يا حبيبي؟ ما فيش ما تقولش كده حبيبي. ما فيش حد بيموت نفسه عشان واحده سابته. انا ما اقدرش اعيش من غيرها يا ابويا، انا هموت نفسي يا ابويا. يا ابني عيب انت جامعه امريكيه وراجل محترم ما تقولش كده. لا يا ابويا مش هقدر اعيش من غيرها. وعمال يمسك طرف الجلابيه بتاعتي وينافق حالته بلا خالص. المهم ايه، انا استنيت عليه شويه كده واحاول اقنعه مش عاوز. قال لي انا قلت هموت نفسي هموت نفسي، هنتحر يعني هنتحر. قلت له ماشي روح انتحر. الواد بلم كده قال ابونا انت بتتكلم بجد؟ قلت له اه عاوز انتحر بالسلامه بس بشرط. قال لي قلت له بعد شهرين ونص بالظبط. قال لي اشمعنى؟ قلت له هقول لك ساعتها. ماشي توعدني؟ قال لي اوعدك. قلت له اهدى بقى خلاص عاوز تموت نفسك؟ اتس اوكي بس بعد شهر ونص. طبعا انا كنت متاكد جوه قلبي انه مش هموت نفسه يعني. ما تفتكرش ان انا بقول كده هابهازرد يعني بالصدفه وخلاص، لا انا كنت متاكد. المهم بعد شهر ونص جالي قال لي يا ابونا انت قلت لي بعد شهر ونص هموت نفسي. قلت له هتعملها؟ قال لي طبعا لا. قلت له برافو. ليه بقى؟ قال لي لان البنت اللي معايا احسن من القديمه بكتير قوي. قلت له عرفت ليه انا قلت لك بعد شهر ونص؟ لاني كنت متاكد في خلال شهرين هيكون معاك بنت تانيه غير الاولانيه. وهو ده اللي حصل. ساعات انت تشوفها مقفله خالص والدنيا مضلمه خالص وانا مش عارف اعمل ايه، لكن تاكد ان اللي بيحرسك ده ربنا وهو اللي بيرتب امورك. خلي عندك ايمان، صدقني، ثق فيه، لان هو مستنيك انك بس جست تثق فيه. فانت لو وثقت فيه هيرتب لك كل الخير. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. قال لي يا جود سابوني. نعم يا مولى. سامع اللي انا سامعه؟ قلت له اه. قال لي وده ايه ان شاء الله؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم ايات وحكايات. عاوز احكي لكم النهارده على قد ايه الكتاب المقدس دايما كل شويه وخصوصا في المزامير يعني يقول سبح الرب ايتها الحيوانات، سبحوا ايها الوحوش، سبحي ايها الجبال، سبحي ايها المياه. يعني حتى الابهات رهبان بيصحوا الصبح يصلوا التسبحه ويفضلوا يقولوا للخليقه كلها سبحي ايتها الطيور، سبحي دبات الارض، يعني يفضلوا يقولوا لكل الخليقه سبحي ايتها الخليقه كلها، لان ربنا مستحق كل تسبيح ومجد وكرامه. عشان كده احنا لما بنسبح ربنا بنحس بسعاده. انت لو حضرت التسبيحه الصبح كده وانت طالع من التسبيحه تلاقي قلبك كده مزقطط، انت مش عارف ليه، انت بس سبحت ربنا، فخدت وقت بس وقفت مع يسوع وقعدت تقول له يا رب انا بحبك قوي، بس كده، بس بطريقه بقى اللي هو علمها لك الكتاب المقدس. فاللي مكتوب في الكتاب المقدس احنا بنعمله. التسبيحه مش اختراع يعني، هتلاقي معظم اجزاء التسبيحه من الكتاب المقدس، بس احنا بنقولها بلحن او الحان او طريقه معينه في التلحين يعني، لكن هي كلها من الكتاب المقدس كل التسبيحه. بنيجي في عيد العنصرة بالذات فبنخلص القداس وبعدين بنمشي في الصحراء، يعني معظم الاباء يعني بيمشوا في الصحراء يصلوا يرفعوا قلبهم لربنا بتاع، وبعدين بيرجعوا على السجده. فاكرين صلاه السجده اللي هي بتبقى الساعه 3 الظهر ولا حاجه، يبداوا صلاه السجده وكده اللي هو حلول الروح القدس عليهم. ده في يوم عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس. في مرة من المرات كنا في سنة من السنين كده، كان في بداية الثمانينات تقريبا ولا حاجة، وبعد كده كنا خارجين في الصحراء، كنت خارج في الصحراء، فكان عندنا مجاول صعيدي، والمجاول ده كان ضخم جدا وأنا زي ما انتم شايفين قصير على قد يعني. فالمجاول ماشي معايا قال لي جود سابوني ممكن اجي معاك؟ قلت له اهلا وسهلا بس بشرط يا مقاول انك ما تتكلمش خالص لان دي فرصه نصلي يعني. قال لي مش هتكلم واصل. قلت اشكرك يا رب. الراجل ما بطلش كلام
يعني ولوحده وانا ما بردش، بس هو راجل عمال يتكلم. عارف يا جود سابوني، احنا عندنا في الصعيد، انا عارف يا جود سابوني، وانا مش عارف ولا عارف، انا ما بردش، انا عاوز اصلي يعني. كل شويه يقول لهم اول مش احنا اتفقنا مش هنتكلم؟ يقول لي ايوه يا ابونا، الواحد فعلا لازم يلتزم بكلامه جدا جدا، ما يتكلمش خالص، ويفضل يتكلم تاني تاني. يعني هو الراجل اسمه الصليب عليه ما كانش راضي يوقف يعني. وانا ايه ماشي وبحاول اركز بقى، وهو المفروض ان انت في الصحراء دي بيبقى الدنيا هاديه قوي، فماشيين من جبل لجبل ومن وادي لوادي. فجينا في وادي كده فجاه سمعنا زي صوت تسبيح، والصوت جميل جميل جميل، يعني اتحصلت مره واحده بس في حياتي، ومتهيالي حصلت عشان راجل الصعيدي الطيب اللي كان معايا ده، اللي هو قلبه كان حلو قوي يعني، مش عشاني انا خالص، انا مش في الموضوع ده، كان عشان الراجل ده، لانه ما حصلتليش لا قبل ولا بعده. فاحنا في وسط سمعنا صوت التسبيح، والتسبيح زي جوقه كده يعني، خرس بيسبح مع بعض، والاصوات سما مش ارض، ومش شايفين حد ومش شايفين حاجه، نبص يمين نبص شمال ما فيش حاجه خالص. فالمقاول اللي كان معايا ده الراجل الطيب ده قال لي يا جود سابوني. نعم يا مقاول. سامع اللي انا سامعه؟ قلت له اه. قال لي وده ايه ان شاء الله؟ قلت له صلاه وتسبيح. وفين الناس اللي تسبح دي؟ قلت له ما اعرفش، انا مش شايفهم، هو مش عارف هما فين، مش شايفينهم يا مقاول، المهم ارفع قلبك وصلي وخلاص يعني، دي فرصتنا يعني، كاننا واقفين في السماء. قال لي لا ما لازم افهم. يا عم تفهم ايه؟ الديسين بيصلحوا علينا، سواح، ملائكه، مش عارف، انا مش عارف. انت كل اللي تعمله ارفع قلبك وصلي. ايوه قلت سابونا. طب ممكن ما تتكلمش تاني عشان دي فرصتنا؟ ايوه المفروض مع الواحد ما يتكلمش خالص يا قلت سابونا. طب نشكر ربنا. ما فيش دقيقه واحده. قلت سابوني. احنا نفضل واقفين ساكتين كده؟ واقفين ساكتين؟ صلي يا مقاول صلي، ارفع قلبك لربنا، فرصتنا، احنا واقفين في السماء يا مقاول. ايوه قلت سابوني، واقفين في السماء. دقيقه كمان. قلت سابوني. نعم يا مقاول. انا جسمي مش على بعضه يا قلت سابوني. قلت له خليه على بعضه وصلي، ارفع قلبك لربنا. قال لي مش مصدق نفسي. وبعدين بقى يا ربي يا مقاول، دي هي لحظات، دي فرصتنا، ربنا يخليك عشان خاطري، صلي 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 جامد يعني. وانا لسه ابتديت اصلي تاني وارفع قلبي ربنا، اجو تسابونا. نعم يا مقاول. انا عاوز افضي ميه، عاوز يعمل بيبي يعني. فقلت له اتفضل يا مقاول، الحته اللي تريحك، صحراء. قال لي مش قادر اسيبك وامشي يا جود سابون. هو يزر كان خايف شويه. قلت له طب اعمل ايه انا؟ قال لي ممكن تصلي، ممكن سيبني اصلي. طيب المهم احاول اسكته، وانا ايه بحاول اصلي يعني، بصوت جميل جميل، صدقوني كاننا عايشين في السماء يعني. فالمهم في الاخر ايه، اول ما اول سكت له دقيقتين ثلاثه وكان خلص اللحن اللي هما بيقولوه، وراح الصوت، وياريت راحوا كله في اتجاه واحد، لا ده راحوا في اتجاهات مختلفة، كأنك مثلا ايه حاجة كل واحد راح في حتة يعني، واحنا واقفين في النص. فأنا مش قادر أشرح لك مشاعر إن أنت تبقى واقف وسط السمائيين، سواء دول سواح قديسين ولا ملائكة، مشاعر غريبة، وأنا معرفش قضينا وقت قد إيه يعني. هو المجاول ما بطلش كلام، بس أنا مش عارف قضيت وقت قد إيه. بس أجمل لحظات في الحياة إنك تحس إن أنت واقف وسط الملائكة والإنسان. أنا بقول لك كده عشان لما تطلع السماء فوق، صدقني مش هتبقى بورينج، صدقني أنت مش هتحس بحاجة، أنت هتبقى في منتهى السعادة والفرح والسلام اللي هيخش جوه قلبك، هيملاك يخليك فرحان قوي بربنا. وده وأنت تقدر تدوقها دي في مش لازم يعني تكون في الصحراء ولا حاجة، لو قعدت في بيتكم كده فترة تأمل ولا حاجة، ولا في حتة هادية ورفعت قلبك لربنا وقعدت تصلي، هتلاقي السلام يملأ قلبك، وهتلاقي الفرح زي ما بقولك كده، لما بنخرج من تسبيحة بنبقى فرحانين ومزقططين وكأن لينا جناحات، واحنا أصلا ناس عاديين خالص وبنصلي التسبيحة دي كل يوم،
لكن هي ليها مذاق خاص. القعدة مع ربنا دي جميلة قوي. وأنا يعني لسه الله يرحمه المجاول ده ربنا ينايح نفسه، لكن أنا لسه فاكره، لأن أنا قلت بركة الرجل الطيب اللي كان معايا ده هو ربنا حب يدوقنا حتة من حلاوته. على فكرة لما تقعد مع ربنا مش هتسلق أبدا أبدا أبدا. لما تقعد مع ربنا هتاكله أكل لأنه حلو قوي. كل كلمة هو مطلعها، والكلمة الأساسية بتاعته هي ربنا يسوع المسيح، هو الكلمة. تاكله بتاكله في الجسد وكده، لكن وجدت كلامك كالشهد فأكلته. حتى كلام ربنا في الكتاب المقدس يفرحك ويفرح قلبك ويديك سلام. عمرك ما تلاقي كلام زي كلام الكتاب المقدس، عمرك ما تلاقي سلام إلا مع المسيح يسوع. صدقني لف الكرة الأرضية كده كلها مش هتلاقي سلام، لكن هتلاقي فرح وسلام داخلي أول ما تبقى مع ربنا. وربنا مستنيك علشان تتعلم حياة التسبيح. له كل المجد والإكرام إلى الأبد آمين.